السياسة المالية للمحطة، من يمول المحطة؟ من يقف وراء هذا العمل؟ من يقف وراء تمويل هذا العمل؟ أنا بفلوسي أطلع اللي أريده، أنت تريد الدافع ادفع فلوس. يعني بصراحة، بصراحة حقيقية وبصراحة مطلقة، عندما يتأخر ولي الأمر، ولي الدم عن دعم يعني صورة بلاده، صورة أهله، صورة ناسه، عندما يعني يدعم مقاولات فاشلة، عندما يدعم مشاريع وهمية، عندما يدعم ويدعم ويدعم كثير، ويتغاضى عن الثقافة، ويتغاضى عن صوت الفن، ويتغاضى عن واحد من أخطر زوار العائلة العراقية اللي هو التلفزيون. بهالحالة لا تحدثني عن الآخر، الآخر عنده أجندة وعنده فلوس ويريد يطلع صورة معينة. أنا ما حاسبه على فكرة، ما أقدر أحاسبه، ما أقدر أحاسبه، وما أقدر أحاسب اللي يطلع وياه لسبب بسيط، هو قناته، لسبب بسيط. أنت بالمقابل وفرت فرصة عمل لهذا ممكن يقول لك الرجل وفر. اي وفر 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 هو وفر 700,000 دينار. لا لا لا، كان يوفر 10 مليار بالسنة. قد كانت الشبكة استاذ احمد؟ ايش قد كانت الشبكة؟ احدى السنين صرفت ما بين 15 الى 16 مليار. يا سيدي، سبع سنوات مرت على يعني هذا العجاف اللي يعيشه الفنان العراقي.